أبروداني شي باش معروف وحرفي هي من الستينات. وهاد المهنة هادي كانت مزيانة، كانوا الناس كيقراو وشي كيتعلم مطالعة الفرنسا وعربية وسبليون، ودابا الناس شوية ناقصة بزاف الثقافة نقصات. حنا الناس اللي كيقراو هاد المهنة هادي مبقاوش، لا وقلال مبقاوش الناس ديال دابا ما عزيش عليهم الكتاب وما كيبغوش يقراو. واش نقول لك من مادة ولا واش هي، حنا ما عندناش حاجة غالية مع ثقافة دراسة. كاين اللي كيبغي يتقبل نفسه، كاين اللي ما عنده سوق يقول لك نقرا كتاب واخا قريته ما كان فهم فيه والو. الجينيراسيون ديال دابا ما عندهمش ديك الثقافة العامة، بحال ملي كيكون واحد الحوار بين هذا وهذا هذوك كيبقاو غير كيشوفوا، ما كاينش واحد الجواب زعما مفهوم ولا بريسي اللي خصهم يجاوبوا به. شي برنامج ديال الثقافه هذا كيبداو يسولوا اسئله، ماشي حتى اسئله مهمه وما كاينش شي جواب، كيقول كيبقى كيشوف. اذا كون كانت شي ثقافه كان كيتثقف كياخذ كتبه وهذا غادي يجاوب، غادي يعرف اي سؤال طرح عليه. هذا هو المشكل ديال هاد الجينيراسيون. علاش؟ لان ما كاينش ثقافه ديال الكتب.